قام سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي برفع العلم في أكاديمية شرطة دبي اليوم في 12 ظهرا احتفالا بيوم العلم، وذلك بناء على دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي للاحتفال بيوم العلم الذي يوافق 3 من شهر نوفمبر، والذي يصادف ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة. وقد حضر رفع العلم سعادة اللواء خميس بن مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي ومساعدي القائد العام ومدراء الإدارات العامة وجمع غفير من العسكريين والمدنيين من شرطة دبي. تحتفل الدولة اليوم بتوجيهات من سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بيوم العلم، وهذا العام الثاني على التوالي يعكس صورة دولة الإمارات برفع رمز الدولة عاليا دائما الحمد لله، يعني الشعب يجب أن يتمسك بعلمه، فهذه يعني لفتة كريمة من سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لأجل أن يرفع العلم في كل الأماكن، في كل الدوائر الحكومية، في كل الهيئات الوزارات، فهذه لفتة كريمة. اليوم الأكاديمية تتشرف بتنظيم هذا الحفل وفقا لتعليمات سيد سعادة القائد العام لشرطة دبي أن تكون الأكاديمية هي مكان الحفل، وهي الصرح العلمي والتدريبي والجهاز الذراعي الأساس للقيادة العام لشرطة دبي للمد بالتعليم والتدريب وتأهيل كافة المتدربين والمرشحين وضباط الصف لأجل الوصول بالشرطة دبي إن شاء الله إلى أفضل المستويات. في سياق متصل، احتفلت شبكة قنوات دبي بيوم العلم برفع العلم في الساحة الرئيسية بحضور موظفي ومدراء شبكة قنوات دبي، كما بدأت حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي، حيث سارع الموظفين بالتبرع بالدم من أبناء الوطن والمقيمين تعبيرا عن صدق مشاعرهم وحبهم لدولة الإمارات. صباح النور، يا أهلا وسهلا، حياك الله. والله شوفي دائما المناسبات يعني والمبادرات الجيدة مثل هذه المبادرة نحرص دائما على حضورها، لأنها أولا يعني هذه فيها إنقاذ روح، فيها أيضا مبادرة يعني طيبة. الشيوخنا طول الله في عمارهم دائما كانوا يبادرون لما كانت مثلا في برنامج البث المباشر تهدينا نداءات للتبرع بالدم، يعني أيام ما سقطوا الشهداء الله يرحمهم والمصابين الله يعافيهم كانت هناك يعني مبادرة أذهلت العالم في عملية أيضا التوحد تحت راية أيضا الدولة من أجل التبرع لهم بالدم. فهذه المبادرات الطيبة دائما نحرص على أن نكون في الأوائل لها إن شاء الله. يوم العلم بذكرنا بيوم الاتحاد وهالبلد المعطاء، كيف توحدت الإمارات كلياتها على وقت الشيخ الله يرحمه زايد بن هيان، ويعني كتير كان هالاتحاد له مغزى قوي بحيث انه 7 امارات كلها توحدت وكلها صارت بلد معطاء وبطل بلد اساسي بالوطن العربي وعلى مستوى العالمي كمان. فمشان هيك كتير بهتم انه اجي وشارك بهالنهار هذا، وبعتبر حالي يعني انا سعيد بالامارات ومبسوط بانه عم شارك بهالنهار هذا. شو بيعني لك انت اليوم كاماراتي هذا اليوم؟ والله هذا اليوم يعني يعبرني كاماراتي عن ان انا لازم في هاليوم مثلي انا مثل اخواني واخواتي ان نقدم الخالي والنفيس، وما في اغلى من دم الانسان قدم لحق الوطن. تعرف يعني الحين هذا الدليل على تكاتف تعاضد المجتمع، وان لازم يكون احنا نلتف حول قيادتنا ونقدم الخالي والنفيس. إذن هو عرس وطني بديع الألوان يرتفع فيه علم الوطن عاليا على السواري وفي قلوب كل أبناء ومحبي دولة الإمارات العربية المتحدة. كل عام والوطن بخير، كل عام وعلمنا خفاقا عاليا.